بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أعزائي الطلبة في الجزء الثالث من المحاضرة أو الموضوع الثامن اللي إحنا راح نستوعب عملية التحليل للمالتي لين هاي واي. بعد ما هيئنا كل المدخلات، خلينا نبدأ نحسب عملية حساب الأفريج سبيد ونطلع من ثم الدنسيتي، وبالنهاية نحدد الليفل أوف سيرفيس للمالتي لين هاي واي. نتذكر الشكل هذا 8-3 اللي قلنا هو العلاقة بين الأفريج سبيد والفلوريت، وقلنا نتذكر العلاقة من عرفنا 2 من البارامترات نقدر نعرف الدينسيتي البارامتر الثالث، وبالتالي نقدر نحصل مستوى الخدمة حسب الجداول والشارتات. اللي يميز هذا الشارت، حتى نتذكر بس احنا راح نشوف الخطوات اللي نشتغل بها، انه الحد السرعه الحد فلورايت 1400. اذا تشوفون الحد 1400، الحد هذه اللي مكان 1400، دائما الافرج سبيد تساوي، شوفوا خط مستقيم هذا قبلها كلها المنطقه خط مستقيم كلها تساوي الفري فلو سبيد، هذه مجموع الخطوط ان شاء الله نشوف السبعه شويه من ننشئهن فما عندنا مشكله. الفري فلو سبيد تساوي الافرج سبيد الحد 1400 واقل. بعد ال 1400 نشوف اكو انحناءات كود نراعيها ان شاء الله هسه احنا وناخذ الاجزاء مالت الحل اول باول. على العموم هاي ملاحظه خلينا ناخذها هسه بالبدايه ونشوف احنا ومنطقي. لو نشوف الشكل كان يعتمد على الفري فلو سبيد، فلو فري اف اف اس او الفري فلو سبيد نحسبها. إذا احنا دا نشتغل تحليل معناته طريق موجود مثل ما قلنا، نذكر دائما نطلع ناخذ 30 قراءة أعلى سرعة نقدر نحصلها بهذا الطريق، نشوفها ايش قد أعلى سرعة لأن راح يحكمنا الجيومتريك، وناخذ 30 قراءة ناخذ المعدل مالتين 30 قراءة على الأقل ناخذ المعدل مالت راح يمثل لنا الفري فلو سبيد. إذا احنا دا نصمم في الطريق بعد ما موجود، راح تكون الـ FFS أو الفري فلو سبيد هي عبارة عن بيسك FFS Free Flow Speed ناقص أربع باراميترات. هذه الباراميترات هي للتصحيح شوية هذا الموضوع، يعني دائما هذه بحدود 60 للمالتي لين هاي واي، نبدي منها 60 مايل بير اور. هذين الفاكتورات فاكتورات تصحيحية، فاكتور الأول تصحيح حسب عرض اللين، من ثم اللاترال كليرنس العوارض الجانبيه، ومن ثم فاكتور على شكل الميديا شكل الميديان الجزء الوسطيه، ومن ثم الفاكتور الاخير الاف اي ادجستمنت فاكتور قد عدد عندي من الاكسس على هذا الطريق. من كل واحد من ذني اكو تيبل خاص نطلع منه الفاكتور، نبدا ناخذ اول باول نشوف مال اللين ويث شلون نصحها. كل العرض اكبر من 12 او اكبر من 12 فالفاكتور هذا صفر، يعني 12 و13 و14 فيت خلاص قيمته صفر الفاكتور. شوفوا من يقل 11 راح يصير 1.9، ومن يكون 10 فوت عرض اللين فيكون 6.6. هذا معامل التصحيح. عندنا معامل تصحيح لللاترال كليرنس. لاترال كليرنس شنو انه احنا بالطريق من ننشئ الطريق، فعندنا لاترال كليرنس عوارض دعايه اعمده كهرباء وهكذا، اي عوارض بها مسافه عن الحافه مالت الطريق. اوكي هاي العارج قد تبعد. عندنا احتمالين بالمالتي لين هاي واي اذا تذكرون قلنا هو اما 4 لين، لينين للذهاب ولينين للاياب او 6 لين. فبالتالي ايش قد بعد هذا الكليرنس راح نشوفه، اذا بعده 12 فيت واكثر شوف ماكو تاثير له، الادجستمنت فاكتور يكون صفر. من يكون اكثر كل ما تكون اكثر ما له اي تاثير، كل ما يكون اقل شوف الفاكتور يبدي يزود، والزياده اللي تصير بالاربع لين اكبر من الزياده بالسكس لين، تاثيره يعني بالسكس لين اقل. على العموم ايش قد يكون موجود عند المعدل مالته، نسقط على سبيل المثال هو عندي 4 لين وعندي معدل البعد مالت اللاترال كليرنس 6 فيكون الفاكتور 1.3 وهكذا. الفاكتور الثالث هو شكل الميديان،
الميديان الجزر الوسطية عندنا احتمالين، أما تكون ديفييتد أو انديفييتد. إذا كانت انديفييتد يعني خلاص لينين يعني لينات الإياب ولينات الذهاب ما يعزل بينات شيء، عادة يخلون خطوط متصلة أو خطوط مقطعة. إذا كان هيك شيء خطوط مجرد خطوط هذا نعتبره انديفييتد، وبالتالي هذا بي فاكتور 0.6. إذا أي ديفييتد أي ميديا أي جذرة وسطية، ومن ضمنها النوع اللي أخذناه التو واي ليفت تيرن لين، أخذنا هذا اللي قلنا نخليه بالوسط حتى يستديرون جماعة اليمنى واليسرى يكون احتياط، هذا أو وجود ميديا فيكون الفاكتور صفر. الفاكتور الأخير الأدجستمنت فاكتور مالت الأكسس بوينت، ايش قد عندي مداخل على المالتي لين بالميل الواحد، ممكن يكون بالميل الواحد مطلقا ماكو، او ممكن تكون 10 20 30 او اي رقم فوق ال40 مقابله اكو كوركشن فاكتور. طبعا من ماكو هو افضل اكيد، فري فلو سبيد تكون اعلى من ما عندنا اي هذا، وهكذا كل ما تزيد عدد الاكسس كل ما يسوي امباكت على الفري فلو سبيد ونطلع فد فاكتور منها. على العموم الاربع فاكتورات نطلعهن، ننقصهم من البيسك وبالتالي نطلع الفري فلو سبيد حتى نستفاد من عدها. هسه احنا نريد نشتغل، نريد نبني نحلل حتى نطلع مستوى الخدمه. قلنا الجزء الاول هو كود نعرف نحسب قيمه الفري فلو سبيد، من ثم الجزء الثاني راح نبدي نحسب الفلو ريت. الفلو ريت مثل ما نذكر بالمحاضرة السابقة نحسبها من هذه المعادلة وبكل الفاكتورات اللي أخذناها سابقا. بعد ما حسبنا الفلوريد نجي على هذا الشكل 8-3، نسوي خط. يعني احنا بالخطوة الأولى حسبنا الفري فلو سبيد، نبدي نسوي خط، يعني نسوي كونستراكشن الخط يوازي الفري فلو سبيد مالتنا. شنو معناته؟ هسه شوفوا هنا انا ماخذ مثال، لان الشارت شنو مشكلته؟ الشارت مطيني الفري فلو سبيد على ال 60 وال 50 وال 40، واضح هاي القضيه، مطيني اياها على مكانات محدده، وفرضوا انا عندي 53 52 وهكذا 40.5 وهكذا. من عندي كسور كود اسوي كونستركشن. انا ماخذ في المثال هنا اذا كان عندي 8، اذا هذا الخط الازرق اذا اشوفوه، هذا الخط يمثل لي اذا كان عندي فري فلو سبيد طالع عندي 58 على سبيل المثال. فشوفوني امشي خط مستقيم لحد، يشوفون لحد ال 1400، ورا ال 1400 يبدي ينحني مثل الانحناءات الموجوده بنهايه الكيرف هذه. اذا منتبهين شوف شلون منحني، قبله كان اي انحناء ما بي، ورا ما انشاته هذا انشأت حسب الفري فلو سبيد مالتي. الفلو ريت اني حاسبه على فرض هنا انا عندي فلو ريت 1700، ناخذ هاي قيمه اسقطها على الكيرف مالتي. شوفوا اذا كانت القيمه اقل من 1400 الفلو ريت، دائما الفري فلو سبيد بالضبط تساوي الافرج سبيد، ما عندي مشكله يعني خط مستقيم. لكن من تكون ورا ال 1400 شوفوا بالمنحني، فصارت على الرغم انه كانت الفري فلو سبيد هنا بحدود 58، لكن نشوف بال افريج سبيد صارت بحدود 56 بسبب انه صارت بالانحناء. هذه منطقه التقاطع، صارت بمنطقه المنحني، هذه المنحني اللي حاكي المنحني الفوق، لان منحنيه بعد ال 1400 تكون منحنيه. اوكي، من حسبنا الافريج سبيد وعندنا السرعه نقدر نستخدم القانون density يساوي الفوليوم على السبيد. عرفنا الدينسيتي، من عرفنا الدينسيتي نقدر نحسب من التيبل 8-1 نشوف قيمه الليفل اوف سيرفيس، او هي واضحه اكيد من هذا الشارت. ناخذ مثال حتى تكون واضحه عندنا، حتى تكون شوي اوضح. يقول لي اكو في الطريق ماخذين سيجمنت من عنده، السيجمنت مالته يعني انا في السكشن عفوا دا احلل السكشن 7200 والسيجمنت كله 3.25. راح اذكر انه السيجمنت ممكن يكون اكثر من سكشن نتيجه اختلاف في المقطع في المدخلات اي شيء، فراح نقسمه سيجمنتات او اكو ميل وهكذا. على العموم انا يهمني الطول مالت السيجمنت، لا راح احلل سكشن عفوا سكشن سكشن.
اجي للسكشن مالتي 7200، ايش بيه المواصفات مالته؟ هو 4 لين انديفييتد هاي واي، هذه المعلومه الاولى. منطقه مالته هو سب اربن، الجريد مالته 1.5. بعد مطيني انه اللين مالتي الرولر مالته ليفلنج ترين، هذه راح احتاج كل معلومه موجوده هنا احتاجها راح تفيدني مع شويه. الويدث مالت اللينات لللين الواحد هو مو اربع لينات، اثنين للذهب واثنين للاياب، اللين الواحد هو 11 فوت. هنا نشوف مسوي قياس، هو قايس ميجرد فلو فري فلو سبيد، قايسها الظاهر عملية تحليل. هنا عندنا واضح من الطانة إذا هي عملية تحليل 46 مايل بير اور، والبيك اور فاكتور مطينية 1900، البيك اور فوليوم سوري فيكل بير اور، ومطيني البيك اور فاكتور 0.9، مطيني نسبة التركات والباصات 13% والريكريشن فيكل 2%. دا يسألني يقول لي هذا الطريق ايش قد الليفل اوف سيرفيس مالته، ايضا استخرج لي بطريقك السرعه والدنسيتي، وخلي ببالك عفت اشاره احنا حتى لو ما قال احنا دائما نراعيها للابجريد مفصول عن الداون جريد بسبب الاختلافات بالاي تي والاي ار مثل ما راح نشوف. على العموم راح نبدي ناخذ الخطوات اللي اخذناها قبل شويه خطوه بخطوه. الخطوه الاولى نحسب الفري فلو سبيد، هو مطيني اياها قايل لي ترى هي 46.46 مايل بير اور. طبعا اجي اخذ الداون جريد لاول مره على حده او الابجريد ما يضر شيء، بس المهم ابدي بواحد من عندهم. الفري فلو سبيد واضحه عندي، وراها راح احسب الفلو ريت من هذه المعادله، معادله 8.2. معادله 8.2 الفوليوم عندي مطيني اياه هو لكل اتجاه 1900، مطيني البيك اور فاكتور 0.9، شوف هاي المعطيات، مطيني هو بما انه 4 لين اذا الان لكل اتجاه 2، الاف بي احتاجه انا دا اطلع الفاكتورات وحده وحده، الاف بي بما انه ما اعطاني اي مؤشر اذا هذا كمبيوتر المستخدمين مالته هم المستخدمين اليوميه، فالاف بي من ما يعطيني اي شيء اخذ قيمه واحد قيمته واحد. من ثم بقالي بس احسب شنو احتاج الفاكتور مال الهيفي فيكل، على مود احسب الفاكتور اوف هيفي فيكل احتاج قد نسبه التركات مطيني اياها هو 0.13، ونسبه الريكريشن فيكل 0.02 مطيني اياها. بقالي بس الاي تي والاي ار احسبهن حتى ورا ما احسب الفاكتور مال الهيفي فيكل ادخله بهذه المعادله مال 2، وبالتالي اعرب الفي ار واكمل الخطوات. زين مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة أجي على السيجمنت مالتي هو 7200، 7200 تقسيم 5280 حولته بالمايل، خل أشوفه سبيسيفيك لأن الجداول تذكرون تختلف، قلنا سبيسيفيك ريت يختلف على الجنرال، فأنا من أخذ 7200 قسمته على 5280 طلع لي 1.39 مايل. هاي ال 1.3 إذا تذكرون الشروط هي أكبر من 1 مايل، وبنفس الوقت الجريد اقل من 3% لان هو مطيني 1.5 بالسؤال. اذا انا ايش عندي؟ عندي سبيسيفيك جريد، بما انه سبيسيفيك جريد اروح للجدول 8.3 اطلع من عند الاي تي تطلع 1.5، وجدول 8.2 شوف بالداون جريد تذكرون قلنا نرجع الجدول 8.2 للليفل ترين 1.2 راح اخذ لي القيمتين احسب من عندهم. راح هاي مرة أخرى للجدول شلون حسبناهن، شوف الطول مالتي 1 بوينت اللي هو عفوا الجريد هو 1.5 فهو أقل من 4%، الطول كل الأطوال بدام هو أقل من 4، وكانت نسبة الفيكل 13 تصير بين 10 وال 15 هنا، فبالتالي شوف القيمتين متساويات ما أحتاج أسوي انتربوليشن 1.5 و 1.5، إذا القيمة مال الإي تي 1.5. ال اي ار واضح لان هو ليفل انترينج مطيني اياها، ومطيني الاي ار انا اروح بها فاحسبها تطلع 1.2، حسبنا 1.2 1.5 ادخلهن ويا النسب هنا، بس ضروري الله يبارك فيكم شوف النسب شلون دخلنا الصيغه مالتها 0.13% 0.13 2% 0.02، طبعا دخلنا الاي تي والاي ار يطلع عندي قيمه
الاف مال الهيفي فيكل 0.939. شوفوا ال 1900 مرتدوخ الفاكتورات، شوفوا هذا الفاكتور مال بيك اور فاكتور، عدد اللينات 2، الفاكتور مال الكمبيوتر المستخدمين 1، والفاكتور مال الهيفي فيكل طلعت لي الفلورايت 1129 باسنجر كار يونت لكل اور لكل لين، واضح اقل من 1400. اذا هي راح تساوي هسه هنا بدون ما اسقط لان اقل من 1400، فبالتالي الافرج سبيد تساوي الاف اف اس الفري فلو سبيد اللي هي 46. طبعا من عرفت السرعه الافرج سبيد واعرف الفوليوم راح اطلع من عند الدنسيتي تطلع 24.5. طبعا احنا بالشكل اللي قبل اذا انتبهتوا منطقه التقاطع هي طلعت بمنطقه يعني من سقطنا، هسه راح نشوف بالشكل هي طلع شوف من السقط قي هنا، شوف شلون مكان التسقيط صاير بالمنطقه سي. بس مع ذلك اروح للجدول نشوف الفري فلو سبيد هو 46، اذا محصور بين ال 50 وال 45، بس الفرق ماكو هنا بيناتهم، كان 24.5 فقلنا كل شيء فوق ال 18، شوف اثنيناتهم عدد تقريبي اثنيناتهم كل شيء فوق ال 18 هو عبرنا من البي دخلنا بالسي، لان 24.5 هي اقل من 26، اذا الليفل اوف سيرفيس مالتي هو سي. اذا اني اما من الجدول او من الشكل بكل الاحوال طلعت مستوى الخدمه للداون جريد. نفس الشيء راح اروح للابجريد، راح اطلع الاي تي والاي ار. شوفوا بالابجريد الاي تي والاي ار عم بس هنا الجداول اختلفت، شوف الجداول مالتي اختلفت. اوكي النسب نفسها نفس الحال كله، بس الاي تي والاي ار يختلفين. طبعا السيجمنت نفسه، اشوف الفوليوم نفس الانجل لكل دايركشن انا قاسمهن. هسه راح ناخذ مثال ان شاء الله بعد نشوف في حال انه الثاني غير شيء. نفس الاستخدام راح اطلع القيم، اطلع طبعا هنا لين بالصدفه طلعت الفاكتورات نفسها كانه الحل كررناه للابجريد، ونحسب من عنده اصلا الدنسيتي ايضا راح يكون ليفل اوف سيرفيس سي اما من الشكل او من الجدول الاثنين. خلينا ناخذ مثال اخر شويه تصميمي، ذاك المثال تحليل شويه اختلاف بسيط. شلون نسوي؟ نفرض انه في ملتي لين هاي واي، هو قايل لي ملتي لين هاي واي، يريد الليفل اوف سيرفيس مالته بي، ومعطيني مجموعه بارامترز، قايل لي البيك اور فاكتور، البيك اور اورلي فوليوم 1600. بس خلي بالك هاي ال 1600 بها دايركشن سبليت 45 ب 55، والمن ال 45 شوفوا هنا موضحها، ال 45 للابجريد وال 55 للداون جريد. بس راح نحسب بعد قليل، مطيني البيك اور فاكتور 0.85، مطيني ال 10% تركات، ومطيني 4% ريكريشن فيكل. مخططين لهذا الطريق انه يكون انديفيتد منطلين هاي واي، ومنطقه 47 الميل مالتها 7%، والمنطقه طبعا واضح من 7% هي ماونتن ترين. ايضا مطيني اللين وث مالت 12، مطيني اللين لكل واحد، مطيني لاترال كليرنس 6، مطيني اكسس بوينت 10. ايضا مطيني انه هذا السيجمنت مالتي 10560 فيت. تعي يسألني يقول لي ايش قد عدد اللينات، واضح السؤال تصميمي لان يطلب مني عدد اللينات. نفس المبادئ راح اخذها بس راح احل بدلاله الان. مرتلوخ نفس المعادله مال 2.82 من اللي طلع الحين، ايش قال لي تذكرون؟ قال لي الفوليوم 1655% من عندها دايركشن سبليت هذا للداون جريد، اذا راح اضربها تطلع 880 فيكل بير اور. هذا الفوليوم اللي عندي بالنزول، اكيد المتممه مالته مال 1600 اللي هي 720 راح تكون للابجريد. البيك اور فاكتور هو مطيني اياها، هم مرتلوخ ساكت عن الانواع المستخدمين للطريق فاذا اخذته واحد. الفاكتور مال الهيفي فيكل احسبه من هنا،
شوفوا مطي مرت اللوخ مطيني 10% التراكات و4% الريكريشن فيكل، يقال الاي تي والاي ار احسبهم من الجداول. مرت اللوخ من جدول 8 5 و8 4، هاي بعد صارت يعني معروفة لكم. دخلون شوف الطول قسمناه على 5280 طلع 2 مايل، اذا هو اكبر من 0.5 والجريد اكبر من 3 لان 7، فبالتالي هذا سبيسيفيك جريد. اذا اروح اطلع الاي تي والاي ار من الجداول المخصصه انهن، وبالتالي حسبت قيمه الفاكتور مال هافي فيكل. اجي على فري فلو سبيد حتى احسبها. الفري فلو سبيد عندي مجموعه فاكتورات، شوفوا مات لان الويث مالت 12 في الفاكتور التصحيحي 0، اللاترال كلينس لين 6 1.3، الميديا لين قايل لي انديفييتد 1.6، وعدد الاكسسات لين 10 فتطلع 2.5. تقدرون تاكدون من الجداول كل هندني ندخلهن. احنا البيسك قلنا 60 اذا ما اعطاني اي معلومه، ونقص من هاي الفاكتورات الاربعه سلي قبل شوية طلعتهم من الجداول أول بأول، فتطلع عندي الفري فلو سبيد 54.6. مرة أخرى لأن الفوليوم أقل من 1400 الفري فلو سبيد راح تساوي لي الأفرج سبيد. أنا هنا بس عندي إنه من أريد أحسب، بس راح نشوف بالشكل لين قال لي ليفل أوف سيرفيس بي. راح ادخل شوف انا يعني هذا الفوليوم عندي البيكور فاكتور مطيني اياه، احتاج هاي الفلو ريت اوكي اللي المفروض احسبها من الشكل. شوفوا هذا اللي هسه راح نشوف القيم من 600 و950 بالسلايد القادم، راح اراويكم شلون نسقطهن. على العموم هذه الفاكتورات كلها الباقيه موجوده، راح يطلع عندي احتمالي ليش مره 600 ليش مره 950، هسه راح اشوف بالسلايد القادم. على العموم من طبقنا المعادله بدلاله هالمره مو بدلاله الفلوريد، طبقتها بدلاله النمبر اوف لين، راح يطلع لي اذا كان 600 2.01 يعني قريب الاثنين ما يحتاج ازودها هواي، واذا هاي هي 1.2 اذا اقربها للاثنين لان ما عندي لين و2 و27% هو اعداد صحيحه عدد اللينات 2 3 كذا وهكذا، اما 2 واما 3 لكل اتجاه. المهم بالاثنيناتين المستوى خدمه بي شوف اثنينات متقاربات احتاج 2. هسه انا شلون حددت هاي 600 و900؟ اجي للشكل عندي الفري فلو سبيد مالتي اوكي اذا تذكرون طلعنا 54.5، اسوي الكونستراكت هذا اللين مالتي، شوفوا هذا الخط الازرق انا المختاره، واشوفه وين يتقاطع بالمنطقة البي، هاي منطقة البي دا اشوفوا هاي الخطوط المنقطة، فالقيه يتقاطع مرة بال 600 قريب ال 600 ومرة بال 950. هذا الفلوريت يحصل لي قيمة البي، فانا اشيك القيمة الدنيا والقيمة العليا حتى اخذ بيناتي حتى ما اصير بالمكان الحرج، لا اعبر على الليفل اوف سيرفيس اي ولا اعبر بالليفل اوف سيرفيس سي. خل اشوف بيانات ايش قد عدد اللينات اللي طلعت 2، طبعا طلع 2 متقاربات فطلعنا 2، فبالتالي اذا انا احتاج لين بالداون جريد. بالاب جريد نفس الاستخدام نفس الخطوات، راح نمشي الحافر بالحافر خطوات نفس الشيء. راح نشوف مره اخرى الفلوريد اخذنا هالمره 45% لان 55 كانت للداون جريد، للابجريد 45 هو مطيني اياها بالسؤال طلعت 720، ونفس الترتيب مال نحسب الاف مال هيفي فيكل، ونحسب الاي تي والاي ار. شوف هنا القيم اختلفت لان احنا على غير جداول، طبعا ايضا هو لين سبيسيفيك مو جنرال، فالجداول اختلفت، شوف الفاكتورات اختلفت، فقيمة الاف هافي فيكل اختلفت، وبالتالي من اختلفت الاف هافي فيكل راح يختلف الرايت. هسه راح نشوف شلون يشتغل. نفس الشيء اريد احسب الفري فلو سبيد، نفس المعايير ما مطيني هو للصعود يختلف عن النزول، فنفس الفاكتورات اقدر استخدمهم، فطلع لي الفري فلو سبيد 54.6. مرة أخرى نفس الاستخدام اخذ 720 قلنا مالتها، وقلنا البيك اور فاكتور والفوليوم هاي 600 و950 مره اخرى نفس الشيء لان داعش عن الليفل اوف سيرفيس بي. المستخدمين هم الكمبيوتر، فالاف بي خذتها 1 للثنين
والاف مال هيفي فيكل هم 0.65 مثل ما حسبتها قبل شويه، يطلع لي هم 2.1 او 1.3، بالتالي متقاربات اثنينات من الاثنين لين. فبالتالي من اخذ اثنين لين راح اكون انا بالسيف سايد للمالتي لين هاي واي، اثنين للصعود اثنين للنزول. اذا هذا المالتي لين هاي واي مالتي اربعه لين، اربعه مالتي لين هاي واي ممكن يسوي يخليني بالمستوى الخدمه بي. هذا السؤال تصميمي، وان شاء الله انا اتمنى ان المثالين هو هذا تحليل تصميم، ما عندنا اكثر من عنده. اتمنى لكم كل التوفيق بعمليه تصميم المالتي لين هاي واي، وشكرا جزيلا.